تصور كان قاعد مع صحابك تحكي في قهوة ولا تقرأ في ارتيكل على الانترنت وتجيك فكرة لتونس. نجي على السيت نتاع باكتي دي، ننزل هوني ونبدأ نكتب في الفكرة نتاعي. ديفيزي لي زيليف اون جروب دو ترافاي، ولا نعطي اورديناتور بلاش لكل فاميلي. حتى لتوا تقعد تخمم في الفكرة هذه نتاعك، ممكن تحكيها لصحابك، ممكن تبوستيها على الفيسبوك، بعد يتعداو ايامات وتنساها. مرة الجاية كي تجيك فكرة لتونس امشي لباكتي دي وبوستيها. كي تحط الفكرة نتاعك على باكتي دي، لي زوتر مومبر ينجمو يفوتيو باش يختاروا شنو ما احسن الافكار، وممكن حتى تلقى 100 واحد مستعدين باش يعاونوك باش تولي الفكرة نتاعك حاجة موجودة في تونس. وتوا باكتي دي نجم تزيد فكرتك لتونس، نجم تفوتي باش تختار شنو ما الافكار اللي يعجبوك، نجم تساهم وتشارك وتعاون باش تولي الافكار هذه حاجة موجودة في تونس. Rendez-vous à la Pactidée. Rendez-vous à la Pactidée.